السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات قناتنا التي جعلناها مختصة بعلوم اللغة العربية وبعض المواضيع الثقافية، وأحيانا نمزج بين المعلومة اللغوية والمعلومة الثقافية، فاللغة لا تنفك عن المجتمع ولا تنفك عن حملها للثقافة. اليوم لقائي معكم سيكون مع موضوع يتعلق بالأعمار، بالحياة، بالأفكار التي يتبناها الإنسان خلال مراحل حياته، وسيكون عنوان لقائنا جيل زد. ربما سمعتم عن هذا المصطلح من خلال مشاهداتكم على قنوات اليوتيوب، أو من خلال مشاهداتكم على التلفاز، أو من خلال قراءاتكم من الكتب المعاصرة. هذا مصطلح يدل كما نعرف على الأشخاص الذين ولدوا بين 95 و97 و900 وألف. وباختصار هذا الجيل سمي جيل زد نسبة إلى أنه جيل الثورة الرقمية وجيل ثورة التواصل، ومنهم من يسميه جيل وسائط التواصل الاجتماعي. هذا الجيل، قبل أن أبدأ بالحديث عنه، سأبدأ بالحديث لغويا عن كلمة الجيل. إذا بحثنا في المعاجم العربية التي أرخت واحتوت الكلمات ودلالاتها، فإننا سنجد في المعجم المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي، وذلك المعجم يقال هو أول معجم عرفه العرب، معجم عام للغة العربية، وهو معجم العين. في معجم العين إذا بحثنا عن معنى كلمة الجيل، فإننا سنجد الآتي: الجيل كل صنف من الناس، الترك جيل، والصين جيل، والعرب جيل، وجمعه أجيال. وإذا تتبعنا في المعاجم العربية فسنجد من يحدد المعنى تماما، فيقول لك: الجيل هو الأمة من الناس. وفي مقاييس اللغة لأحمد بن فارس نجد أنه يقول: الجيم والياء واللام يدل على التجمع، فالجيل الجماعة، والجيل هذه الأمة. إذا من خلال هذه التعريفات نجد أن الجيل كان يدل على الأمة أو على القوم. وأوضح هذا التعريف أحمد مختار عمر، الدكتور أحمد مختار عمر رحمه الله تعالى، في معجم الصواب اللغوي يتحدث عن كلمة الجيل ويقول: الجيل في المعاجم العربية القديمة، أو كلمة الجيل قديما، كانت تعني الأمة، فكانت تعني الصنف من الناس أو الأمة. واستعمالها بمعنى أهل الزمن الواحد استعمال مولد ظهر في العصر العباسي، ثم أخذته عنه المعاجم الحديثة بعد أن ذكر في تاج العروس، وهو معجم متأخر من المعاجم القديمة المتأخرة للزبيدي. إذن يبين الدكتور أحمد مختار عمر أن المعنى الذي كان متعارفا عليه قديما، يعني في المصادر العربية وعند العرب، كانت تدل كلمة الجيل على الأمة والقوم الذين تجمعهم لغة واحدة، موطن واحد، وهكذا. فالعرب يجمعهم اللسان الواحد فهم جيل، والترك يجمعهم اللسان التركي فهم جيل، والصينيون يجمعهم اللسان الصيني فهم جيل. كلمة الجيل بمعنى الدلالة على الأشخاص الذين اجتمعوا في مرحلة زمنية واحدة هو معنى مولد، يعني معنى حديث صار مستعملا بعد زمن من دخول كثير من الشعوب إلى العرب وإلى اللغة العربية، وبعد اختلاط العرب مع غيرهم نتيجة الفتوحات الإسلامية. إذن كلمة الجيل التي نتحدث عنها اليوم، جيل زد، هي ترجع إلى المعنى المحدث أو المعنى المولد لكلمة جيل. هي تغير دلالة لكلمة جيل، حيث صارت تدل على كل أشخاص يجمعهم قرابة ربع قرن، أو يجمعهم 30 عاما. يعني في زمننا معنى الجيل الأشخاص، يعني عندما نسمي جيلا كل 30 سنة جيل، أو كل 25 سنة جيل، ربع القرن 25 سنة أو 25 عاما. فجيل زد من 97 إلى الآن، يعني هم ما زالوا ضمن تقريبا، نحن نقول 6 أو 7، بين 6 إلى 27 سنة، فهم جيل
العصر الذي نعيشه، جيل الإلكترونيات، جيل التواصل الاجتماعي، الجيل الذي وجد نفسه متواصلا مع العالم كله، ووجد نفسه أنه يستطيع أن يتواصل من الشرق إلى الغرب وأن يوجد له أصدقاء يبعدون عنه آلاف الكيلومترات. إذن هذا هو معنى الجيل، الآن عرفنا لغويا. طيب قصة جيل زد، هذا الجيل إذا تتبعنا الفيديوهات وما يقال عن هذا الجيل، فإننا سنجد أن كثيرين يقولون أنها يقولون إن هذا الجيل صحيح له ميزات، وهو قدرته على الإبداع، قدرته على أنه يستطيع أن يولد برامج خدمية سريعة، يستطيع أن يكون مؤهلا للتطور وللدخول في المعرفة ولتقبل التغير السريع، ولكن بالمقابل يقولون إنه يعاني من حالات نفسية شديدة وعلى رأسها العزلة. فيقولون على الرغم من أن هذا الجيل هو جيل التواصل السهل، حيث إنه يستطيع إرسال الرسائل مكتوبة ومصورة بالفيديو وبالصورة الثابتة، وأيضا يستطيع أن يرسل التسجيلات الصوتية إلى مشارق الأرض ومغاربها، إلا أنه يشعر أنه في عزلة ولا يستطيع أن يعمل في فريق. وهناك من قال إن هذا الجيل، كثير من أبناء هذا الجيل، جيل زد، الذين تخرجوا من الجامعات وأصبحوا الآن في سوق العمل، تجدهم لا يستطيعون الاستمرار في العمل لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا ضمن فريق وضمن جو يفرض عليهم التواصل مع أبناء جيلهم أو مع زملائهم الذين يكبرونهم بالعمر في المؤسسة الواحدة. وحاول كثير منهم من الذين يدرسون أحوال هذا الجيل أن يقفوا على الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة عند هذا الجيل، حالة الشعور بالعزلة، حالة الشعور بأنه لا يستطيع أن يحتك بالناس. فأرجع ذلك إلى عدد من الأمور، منها أن هؤلاء الأبناء جاءوا في زمن أصبح الناس يتأخرون في الزواج، فالشخص يتأخر في الزواج، يصل إلى 35 أو إلى 40 ثم يتزوج، ثم أنجب هذا الطفل في 97، يعني سنة 1997، فأصبح جل اهتمام الأهل على هذا الطفل، حيث صار الأبوان يخافان على هذا الطفل لأنهم أنجبوا طفل أو طفلين، فالإنجاب القليل أدى إلى زيادة الاهتمام والمبالغة في الاهتمام بأبناء هذا الجيل، فجعلهم آباؤهم يعتزلون المجتمع، فهم دائما في حالة مراقبة لهم، بحيث إنهم هم الذين يحلون مشاكلهم، هم الذين يضعون لهم الخطط في الحياة. وهذا أدى إلى أنهم وجدوا أنفسهم مع أجهزة إلكترونية بمعلومات معاصرة كثيفة جدا وبذكاء خارق وقدرة على التعامل مع العصر، ولكن مع عدم القدرة على التواصل مع البشر، لأنهم بالأساس كانوا معزولين من قبل أسرهم بسبب شدة الاهتمام وشدة الحرص وشدة الخوف عليهم. أدى ذلك إلى أنهم أصبحوا كما يقال أصبحوا يعني لا يتحملون أي احتكاك لشدة نعومتهم وحساسيتهم. ويقال أيضا إن من الأسباب التي أدت إلى ذلك أنهم وجدوا أنفسهم بالعالم الافتراضي أكثر من وجودهم بالعالم الواقعي، فإنهم وجدوا أنفسهم في الفيسبوك، في تويتر، في إنستغرام، في كل الوسائل التي صارت تأتي تباعا من بعد 2000. هذا أدى إلى أنهم كما يقال صاروا يشعرون بعزلة، وصاروا يشعرون بأنهم لا يجدون أنفسهم بين الناس. بالمقابل هناك من يقول إن هذا الجيل يتمتع بالقدرة على التواصل، يعني عكس ما يقوله الآخرون السابقون الذين قالوا إنهم يعانون من العزلة. بالعكس، هناك من قال إن هذا الجيل قادر على التواصل عالميا، بحيث إنه قابل للآخر، وإن وعيه بالآخر أكثر من وعي من سبقه من الأجيال السابقة الذين لم يكن لديهم قدرة على التعارف على الناس وعلى ثقافات الناس، فلم يكن هناك تواصل بين الناس ومعرفة للناس ولثقافاتهم كما هو في عصر جيل زد. إذن هناك تناقض بين القولين، بين من يقول هذا الجيل جيل عالمي. ما معنى جيل عالمي؟ يعني أنه لا يشعر فقط أنه منتم إلى جماعة معينة وأن جماعته خير الجماعات وأن وطنه خير الأوطان، بل إنه يشعر أنه ينتمي إلى العالم بأسره.
وأيضا قالوا إن هذا الجيل قادر من سماته أنه يستطيع الإبداع ويستطيع أن يشارك في إنتاج المعرفة، ليس كائنا أو جيلا صامتا ساكتا خانعا، بل جيل حر منطلق فكريا وعقليا وإبداعيا. طيب بين الرأيين ماذا نقول؟ أنا برأيي أن الأمر لا يتعلق بقضية جيل زد أو غير جيل زد، الأمر يتعلق بما نعيشه نحن كلنا في هذا الزمن. يعني ليس جيل زد وحسب هو الذي يعاني من قضية العزلة وعدم الاحتكاك. أنا أرجع ذلك كله إلى غياب صوت الروح وجشع صوت المادة وتغول صوت المادة. تغول يعني للغير العرب الذين يريدون أن يعرفوا ما معنى تغول، يعني أصبحت المادة كالغول كالوحش الذي يأكل كل ما أمامه، الذي يأكل كل ما يراه أمامه. فتراه مثلا يزيل القيم، يزيل العلاقات التي كانت علاقات صداقة وود، وتحولت العلاقات التي كانت علاقات صداقة التي فيلتهم العلاقات ويلتهم مفهوم العلاقات الذي كان قائما على الحب والود، وأصبح قائما اليوم على المصلحة والمنفعة. فليس جيل زد هو الذي يعاني من عدم القدرة على الاحتكاك مع الآخرين، بل إن كثيرين اليوم خاصة من الذين ربوا على المبادئ، ربوا على القيم، الذين كانوا وما زالوا يشعرون أن الحلال بين وأن الحرام بين، أن القيم الإنسانية وأن القيمة الإنسانية هي أعلى من كل شيء، هذا الجيل يعاني مثله مثل جيل زد من قضية عدم القدرة على التواصل مع مجتمع تتغلب فيه المادة. انتشر الآن أيها السادة بيننا مصطلح التشيع، يعني أن يصبح الإنسان كأنه شيء بدون أحاسيس بدون مشاعر. هذا أدى إلى أننا نجد مشكلات في الوظائف، لأن هناك جشعا من بعض الموظفين وكثر صوت المصلحة والمادة. فربما جيل زد لا يعاني، ربما هذا الجيل يشعر أنه يريد أن يبني علاقات إنسانية جيدة وربي على ذلك، ثم عندما يخرج إلى المجتمع ويحتك في الشركات والمصانع والمؤسسات التعليمية فيجد المبادئ تخالف فيجد المبادئ التي ربي عليها غريبة كل الغربة وبعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه. ما سبق يعني أنه لا يمكن أن نسم جيلا بأن أخلاقه تخالف أخلاق الجيل الآخر، ولكن يمكن أن نقول إن الأحداث والعلاقات وفلسفات بناء المجتمع عندما تتغير تتغير كل الأجيال التي تعايش هذه التغيرات. فاليوم الذي يعاني من العزلة والاكتئاب وعدم القدرة على الاحتكاك مع البشر ليس محصورا بجيل دون جيل، وإنما هو محصور بالأشخاص الذين يجدون حساسية من كثرة الجشع المادي، وأن الإنسان يجد نفسه غريبا عندما يريد أن يحتك بالآخر من باب العلاقات الإنسانية ويجد الآخر لا ينظر إليه إلا على أنه شيء من الأشياء يجب أن لا يتأثر وأن لا يتألم وأن لا يشعر بالمشاعر الإنسانية الفطرية. إذن تحدثت لكم اليوم عن كلمة الجيل، وعرفنا أنها كانت تعني قبل القوم، الأمة، الشعب الذين يتكلمون بلسان واحد، القبيلة، كلهم هؤلاء يسمون جيل، وهم كما قال ابن فارس الجماعة، الجماعة التي تكون لها سمات وصفات ولسان مشترك يسمون الجيل، ثم صارت تدل على الذين يشتركون بفترة زمنية معينة، وأحيانا تدل على كلمة قرن، فيمكن أن يقول لقد مر على وفاة الكاتب الفلاني جيلان من الزمن ويقصد قرنان من الزمن. وتحدثنا عن مصطلح جيل زد الذي يدل على الجيل الذي ولد مع عصر الثورة الرقمية، وبينت أيضا بعض السلبيات التي يقولون إن جيل زد يعاني منها، وبينت أنها ليست محصورة بجيل زد وإنما هي محصورة بالثقافة النفسية والثقافة الاقتصادية والثقافة العلاقات القائمة في زمننا. أتمنى أن يكون هذا اللقاء
الذي التقينا به اليوم فيه الفائدة والنفع لكم. وإن شاء الله نحن مستمرون في هذه اللقاءات اللغوية والثقافية، وأيضا نقف على بعض الكلمات ونشرح معناها. وكما قلت وكما أقول كل مرة، إن هذه القناة هي مكملة لقناة أتقني العربية. أشكر لكم متابعتكم، وأتمنى أن تكونوا سعداء، وأن تكونوا ضمن جيل سعيد وضمن بيئة سعيدة، وأن يكتب لكم التوفيق في حياتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.